كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس محمد عبد الحامد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية عرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته